بدأت أعاني من آلام شديدة في ركبتي. في الأشهر الأخيرة شعرت أن الحياة لم تعد تستحق العيش. أنا ديبي براور، أنا من جنوب أفريقيا. أتيت إلى زوجي قبل عامين ونصف عندما كان يعمل هنا في السعودية لدعمه. مع مرور الوقت بدأت أعاني من آلام شديدة في ركبتي. في الأشهر الأخيرة شعرت أن الحياة لم تعد تستحق العيش. في النهاية وجدت نفسي في المستشفى السعودي الألماني طوال الوقت الذي قضيته هنا، وأنا سعيدة جداً بخدماتهم. وكنت محظوظة جداً عندما قام الدكتور محمد من قسم الطب الباطني بإحالتي إلى الدكتور فوزي، لأنني أعتقد أنه هو الأفضل الذي صادفته في حياتي. وصلت لي في عيادة العظام وهي على كرسي متحرك وكانت لا تستطيع المشي نهائياً. تم عمل الفحوصات اللازمة من أشعات وتبين وجود خشونة من الدرجة الرابعة اللي هي الخشونة في المرحلة الأخيرة وتسكير كامل بالمفصل، وتم شرح الحالة لها بأنها تحتاج لعمل مفصل صناعي. وفي اليوم التالي مباشرة والحمد لله تم عمل المفصل الصناعي. استطاعت مدام دمرة أنها تمشي في نفس يوم العملية مساء على رجليها. كنت أستخدم عكازاً قبل العملية وأشعر بالراحة بشكل أكبر الآن، على الرغم من أنني أعلم أنني لا يسمح لي بالمشي بدون العكاز. أستريح كثيراً وأتعافى بشكل جيد جداً. أشعر بتحسن حالتي وأنا سعيدة بنفسي مرة أخرى، وأشعر بالسعادة عندما آتي إلى المستشفى وأشعر أن الناس يحبونني ويحترمونني، وهذا أمر جيد جداً بالنسبة لي. And that is very good for me. نحن بالمستشفى السعودي الألماني نراكم كأهلنا.